كلميني بقى اولادك زي ما بنقول ابن الوز عوام ولا ملهمش اهتمامات فنيه؟ هم عوامين يعني، عندي ادهم ومي. ادهم بيه كل مواصفات النجوميه يعني، حقيقه فعلا مواصفات النجوميه، من طول، من وجه، من اخلاق، واخذ ورش تمثيل. بس المي يطلع على اهله، ما عندهم حظ مثلي. لا ان شاء الله الحظ كله، وحظك زي الفل يعني. كل المصريين وكل العراقيين، واعتقد يعني عدد كبير في الوطن العربي، ملايين بيحبوك يعني. الحب موجود، احنا في مصر على فكره يعني من زمان جدا، رغم ان اسمك مرتبط بالعراق، بس عمرنا ما فكرنا انك مش مصريه خالص يعني. حقيقه لغايه الان يقولوا معقول انت عراقيه؟ يعني ما يصدقون. بس هي مشكله الاستمراريه محمد، يعني مو اني ما احكي على ناديه، لا هوايه عريضة واسعة من الفنانين قاعدين، شباب كبار مبدعين معروفين من أيام الزمن الأبيض والأسود. ليش قاعدين؟ ليش؟ لأنه ما كانت التفريغ تشتغل على أبو. إحنا عايزين نطور وجوه جديدة، دي شغلوا لعدكم. دايماً الغربال الجديد زي ما بنقول له شدة يعني، بيبقى الأولوية للجديد. لا لا بالعكس بالعكس، لا أنا مو وياك بهاي النظرية. يعني انت لما تنتج 2000 وجه جديد بالسنه والاعمال قليله، ما راح يكفي، لانه اللي حييجي مره ويشتغل من ذول الجدد عايزه مكان ثاني بالموسم القادم، حتبقى مهنته. زين كلتنا قعدنا، فالمفروض انت تفرخ اجيال تكون محدوده العدد، ما تبقى بهالقلق. حافظ على المواهب اللي موجوده بالفعل واثبتت وجودها. صح، انت مو تركن المعروف والقديم وتجيب الجديد على مود تستسهل انه ما تدفع فلوس، جاي يريد فرصه. استرخصوا يعني. اها، فانطيك 200 جنيه يلا واشتغل، واكو ناس تدفع فلوس على مود يشتغل. اي طبعا، فقعدنا يعني هاي قتل للممثل. واكو ناس ماتت من القعده بالبيت، ماتوا ودفناهم.